يقول: من كانت تراوده الشبهات والشكوك بالدين لكنه يكره ذلك، فهل هو من الذين في قلوبهم مرض؟ لا، هذا دليل على أن قلبه صحيح. إذا كان ما يكره التلفظ بهذا، إذا كان يكره التلفظ بهذا، هذا دليل على صحة إيمانه. ولهذا لما سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يجدونه في نفوسهم، قال: أحب أن أتردى من جبل ولا أتكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان. الحمد لله الذي رد رده إلى الوسوسة. نعم. إذا يعني قل من لا يجد شيء من في نفسه من الوساوس ومن فلا يتكلم بها ويدفعها ولا تضره أبدا، ما إذا تكلم بها أصابته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسها، عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. نعم.